احنا اليوم مشاركين في يوم الابحاث والابتكار في جامعه خليفه، نعرض اثنان من التكنولوجيا التي نعمل عليها. احداهم دايركت اير كابتشر، وهي بشكل مبسط تقوم بتنقية أو تقوم بامتصاص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الهواء مباشرة، وتمر بعدد من العمليات حتى يتم تخزين ثاني أكسيد الكربون لاستخدامات أخرى. ثاني تكنولوجيا قمنا بعرضها هي سلسلة متكاملة من باور تو إكس، أي تعني بتحول الطاقة إلى طاقة أخرى أو مادة أخرى نقوم بتخزينها لاستخدامات أخرى أو استخدامها بشكل مباشر. الذي يميز مشاريعنا أنها قائمة على تعاون مع عدة جهات من ضمنها جامعة خليفة، كما أنها أيضا تساهم بشكل فعال في تحقيق رؤية واستراتيجية دولة الإمارات للتحول إلى الطاقة المتجددة نظيفة وبيئة خضراء.